يناير 2017 من هنا من خشبة المسرح القومي انطلقت فعاليات مبادرة مصر المواجهة. انطلقت فعاليات مبادرة مصر المواجهة والتي يرعاها قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، ونفذ فعالياتها البيت الفني للمسرح في العديد من مسارحه المنتشرة بالقاهرة والإسكندرية. أكثر من 25 فعالية فنية عرضت مجانا للجمهور على عدة مسارح، منها المسرح القومي، مسرح الطليعة، مسرح أوبرا ملك، مسرح ميامي، مسرح الحديقة الدولية بالقاهرة، ومسرح بيرم التونسي بالأسكندرية. تعددت العروض ما بين أمسيات غنائية وشعرية وعروض مسرحية وحفلات لفرق الإنشاد الديني والترانيم بمشاركة أكثر من 500 فنان وفنانة. كان لدينا حرص على تأكيد دور الفن في مواجهة قوى الضلال والإرهاب، ونعاهدكم على الاستمرار دون توقف. والآن